اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم العاب الصالات. النهارده قبل ما نبدا حلقتنا بنتكلم في موضوع مهم كمان سنه، بس احنا بنحط عليه الضوء النهارده في العاب الصالات. كمان سنه ان شاء الله باذن الله عندنا بطوله كاس العالم لكره اليد 2021 تلاقي في يناير في مصر. اكيد كل مصر وكل الاضواء اتحط عليها عشان منتخبنا ما شاء الله عليه في المرحله اللي فاتت ماشي بخطه ثابته قبل ما نوصل لغايه مرحله كمان اولمبياد طوكيو 2020. لكن بنتكلم كاس عالم في مصر، بنتكلم على المواعيد بصفه عامه. في نفس الوقت بيتلعب بطوله افريقيا لكره القدم في الكاميرون، منتخب مصر برضو بيلعب فيها. الاوقات مع بعض يعني في اوفرلاب بينهم، في اوفرلاب معاهم، يعني المواعيد دي داخله مع المواعيد دي. لكن كمان عندنا امتحانات وجامعات وعايزين الناس كلها تسبورت، كل الناس تسبورت منتخب مصر في المرحله اللي جايه وبالذات في الفتره بتاعه يناير اللي جايه. هنرجع بالزمن شويه ل 2016 في بطوله افريقيا، كنت انا مدير بطوله افريقيا وكان في مشكله عندنا في مواعيد مع برضو الامتحانات والدراسه، واتكلمنا مع الاتحاد الافريقي وحصل مناقشات وفعلا البطوله اتقدمت او عفوا اتاخرت شويه علشان نقدر في الاخر الناس تيجي تحضر الماتشات، بالذات ان الماتشات في الصالات بتاعت مصر لازم تكون مليانه، ده منظر مصر قدام العالم. فلازم النهارده نفكر جديا ونشوف المواعيد من دلوقتي عشان الاتحاد الدولي الرئيس والدكتور حسن مصطفى نقدر نحرك يوم او اتنين. الناس هتقول لك دي اجنده دوليه، اكيد الاجنده الدوليه بتحترم، لكن تحريك البطولات ما فيهاش ادنى مشكله بالنسبه للاتحاد بالذات ان انت بتتكلم فيها من فتره بدري، بتتكلم فيها من دلوقتي قبل سنه من انطلاقها، لان البطوله دي بطوله مهمه جدا بالذات ان منتخب كره اليد مفرحنا تماما ما شاء الله عليه، مفرح مصر على من شباب ناشئين ناشئات كمان المنتخب الاول. اكيد المنتخب الاول في المرحله اللي فاتت في كره اليد فعلا اسعد جماهير مصر، بالذات التاهل من فين؟ من جوه تونس. من جوه تونس الوضع مختلف لان كانت اول مره مصر تكسب تونس في ارض تونس في بطوله رسميه، كان في بطولات وديه بيننا وبين منتخب التونسي الشقيق لكن مكسب وخساره، لكن في بطوله رسميه دي كانت اول مره. فاكيد لازم كل الناس تتضافر الجهود ان هي تحرك المواعيد بتاعه البطولتين. بطوله افريقيا في الكاميرون مش هتتحرك لان دي بطوله افريقيا كره قدم، فدي منعقده في بلد ثانيه فالموضوع مختلف. لكن اعتقد الاسهل ان احنا نشوف موضوع كاس العالم، وكاس العالم لكره اليد هو الاهم بالنسبه لنا لان كل مصر هتلتف حوله. السنه دي لازم يطلق على العام مبادره، تاني مره بقولها وهفضل اقولها، السنه دي سنه كره اليد المصريه، دي حقيقه. ليه؟ لان كاس العالم اللي عندنا ب 32 منتخب هينعقد اول مره ب 32 منتخب هيوصلوا مصر باذن الله في كاس العالم. فعايزين الموضوع يختلف، عايزين الناس كلها تعرف كره اليد، نجوم كره اليد اللي مشرفينا، لازم يبقى في احداث كتيره جدا على كره اليد. اذاعه المباريات شيء مهم جدا عشان كل الناس في مصر ترتبط بكره اليد. كره اليد على مدار التاريخ مفرحه مصر، كاس عالم ناشئين شباب في مصر 93 99 وما قبلها كمان، من خامس العالم لسادس العالم لسابع العالم، واولمبيات ما شاء الله عليها مراحل كتيره مصر بتلعب فيها. طول مصر تقريبا بقى لها تقريبا 20 22 سنه من 92، مسافه كبيره بنلعب داخل الاولمبيات بشيء مستمر، وبالذات في 2016 كان الموضوع مختلف. كل الدعم لمنتخب مصر لكره اليد ده شيء مهم لان في الاخر هو هيرفع اسم مصر، ما بيرفعش اسم نادي لكن بيرفع اسم مصر. اكيد اللي بيرفع اسم مصر كلنا بندي الضوء عليه وبندي له السبورت ده. ده شيء مهم. فتاني الموضوع اهم حاجه في الموضوع ان مواعيد دي نشوفها ونشوف هنعملها ازاي، وبالذات ان وزاره الشباب والرياضه ممكن مع وزاره التربيه والتعليم يتعاونوا مع بعض في اطار ان هم يقدروا يغيروا مواعيد امتحانات الشباب لان اغلب الناس مهتميه بكره اليد. اكيد الاهتمام ده لازم ينطبع على المواعيد عشان الناس تقدر تشتري. بكده دي حاجه بس نقطه حابين نحط عليها سبوت النهارده، نتمنى ان كل الناس تشتغل على الموضوع ده عشان في الاخر كاس العالم يطلع بشكل باذن الله متاكدين من اتحاد كره اليد كلنا ثقه فيه ان هيطلع بشكل مختلف، لان دايما أسرة كرة اليد بتطلع بشكل مختلف دائما وأبدا. هنروح لأخبار النادي الأهلي.
نبدا اول خبر معانا النهارده في اخبار النادي الاهلي وفريق سيدات كره اليد. فريق سيدات كره اليد بيفوز على نادي الجزيره، على نادي المعادي عفوا، 31-20. ما شاء الله، في اول مرحله في نهائي دوري السيدات بيفوز 31-20. مباريات مهمه جدا ومباريات قويه. ليه؟ لان فعلا دوري كره اليد السيدات السنه دي اختلف، 14 فرقه بتلعب فيه، لكن دلوقتي وصلنا لمرحله الثمانيه، اخر ثمانيه اللي هم بيصفوا في الدوري النهائي اللي هو بيطلع منه بطل دوري السيدات. قدروا يفوزوا على نادي المعادي 31-20، وعندهم مقابله مهمه جدا مع نادي الجزيره باذن الله بكره على صاله بيت عقبه. نادي الجزيره بيلعب على صاله بيت عقبه، فالنادي الاهلي بكره عنده مباراه مهمه. 8 فرق اللي وصلوا للمرحله دي وهم الاهلي وسبورتنج والشمس والزمالك والمعادي والطيران وكمان سموحه والجزيره. الدوري ده بيتلعب رايح جاي، اللي يفوز باكثر النقاط يفوز ببطوله الدوري. نسيب كره اليد ونروح لناشئات السله اللي توجوا تحت 18 سنه، اللي توجوا ببطوله منطقه القاهره بعد الفوز على نادي الجزيره الفارق بفارق 30 نقطه، فارق 30 نقطه، الفارق كبير. المباراه انتهت ب 54-24. الفرقه تحت 18 سنه في النادي الاهلي بيقودها كابتن محمود يونس. الماتش ده اتلعب امبارح على صاله المركز الاولمبي بالمعادي، لكن بجد لاعباتنا قدموا وجبه دسمه في كره السله، ده بيطمنا على مستقبل كره السله سيدات في النادي الاهلي. نتائج الاشواط 10-7، الثاني بنوصل 29-11، والثالث 38-17، لكن الاخير بينتهي ب 54-24. مبروك لكره السله ومبروك للنادي الاهلي بفوز بمنطقه القاهره، وان شاء الله مستنيين منكم البطوله الاقوى والاهم وهي بطوله الجمهوريه. مستمرين مع كره السله ونروح لنجمتنا الكبيره اللي دايما مشرفانا، كابتن نادين السلعوي. كابتن نادين السلعوة احد نجمات مصر ونجمات النادي الاهلي، متواجده في بتلعب في جامعه في امريكا بتدرس وبتلعب، لكن نادين السلعوة بدات تكسر ارقام. السنه اللي فاتت كانت جمعت اكبر محترفه او احسن لاعيبه وافده في الدوري في دوري الجامعات، لكن نادين النهارده بتحط وبتكتب اسمها بحروف من ذهب داخل الجامعه. ليه؟ مجموع النقاط وصل ل 1912 نقطه، 1912 نقطة في جامعة نورث كارولينا. اتصدرت قائمة المسجلين التاريخيين للجامعة على مدار تاريخها، على مدار تاريخها، مش بنتكلم على وافدة أو لاعيبة مصرية، بنتكلم على مدار تاريخ الجامعة. وصلت النقطة 1912. نادين السنة اللي فاتت كانت برضو كسبت أحسن لاعيبة وافدة من الجامعات. أكيد كابتن نادين سلعوة دي بنت كابتننا الكبير محمد سيد سليمان سلعوة، هو هداف والاولمبياد لوس انجلوس 84. كل امنياتنا الطيبه لكابتن نادين سلعوه باذن الله في المرحله اللي جايه تعلى اكتر اكتر، عشان فعلا نادين سلعوه مشرفانا جدا في امريكا. نسيب كره السله ونروح لرجال كره الطايره. رجال الكره الطايره في مباراه الاخيره النادي الاهلي خسر من نادي الزمالك بنتيجه 3-1. كل الناس دعمت فرقة كرة الطايرة. ليه؟ لأن فعلا فرقة كرة الطايرة عندها ضغوطات كثيرة من أول السيزون، هما مع كابتن ميدو صلحي. أكيد ده مش تحليل لكن ده بالأرقام. فريق النادي الأهلي هو منتخب مصر من كأس العالم لدوري لرجوع العودة لبطولة أفريقية لكمان للتصفيات المؤهلة للأولمبياد. أكيد ده ضغط عالي جدا على اللاعبين. جه في المباراة اللي فاتت فخسرنا 3-1، بنقول لهم كلنا دعم، كلنا وراكم، لأن فريق الكرة الطايرة في النادي الأهلي فعلا تاريخ كبير في الألعاب الجماعية وبالأخص كمان على مستوى العالم، وتحقيقه لعدد مباريات كثيرة جدا بدون هزيمة. النادي الأهلي هيلعب مباراة أقل من ساعة مع نادي الجيش، مع نادي طلائع الجيش. المباراة دي كانت أجلت بسبب وفاة والد كابتن أشرف أبو الحسن. والمباراة دي الأهلي إن شاء الله بإذن الله يعني يكون بداية الدخول بره تانية لاجواء المباريات واجواء الفوز، لان كلنا ثقه في لاعبينا بقياده كابتن ميدو مصلح المدير الفني وكمان بقياده كابتن عبد الله عبد السلام كابتن الفريق. هنستمر مع الكره الطايره والاهلي بيفوز على نادي الزمالك في الكره الطايره سيدات في نهايه الدور الاول بنتيجه 3-1. ويستمر النادي الاهلي في دوري السيدات رقم واحد ب 30 نقطه، النادي الاهلي عفوا ب 33 نقطه من 11 مباراه. المباراة كانت لعبت الأسبوع اللي فات في نادي هيئة قناة السويس. ما شاء الله على لاعبتنا بقيادة كابتن حمدي الصافي،
تركيز على ان نجمات الذهب دائما وابدا بيحصدوا البطولات، واكيد هم بيبحثوا عن ارقام في تاريخ كره الطايره سيدات، وباذن الله باذن الله في المرحله الجايه نبارك لهم بنتائجهم اللي دايما مشرفانا في كل حاجه. خلينا نخرج تقرير عن المباراه وترجعوا لنا مره ثانيه. مباراة صعبة طبعا، في ظروف كتيرة خلت المباراة صعبة. فريق الزمالك استعان باتنين محترفين، اللعيبة بتاعتنا الدولية لسه راجعة من فترة قليلة جدا من المنتخب، عندهم إجهاد، عندهم شوية تأثر في اللياقة البدنية، بس الحمد لله كان معانا مجموعة اشتغلنا بيها بالإضافة للمجموعة اللي انضمت لنا الدولية، والحمد لله المباراة كانت صعبة بس قدرنا نحسبها. ده ختام الدور الأول وخلتنا نفرق بثلاث ماتشات عن أقرب المنافسين بينا أو ماتشين تقريبا. المباراة يعني حصل فيها في الشوط الثاني بعض الأخطاء هي اللي يعني خلت الزمالك يرجع بقوة في المباراة. يعني الشوط الثاني كنا متقدمين وعوضنا وكذا تاتش لينا او شبكه ما اتحسبتش اهدت الشوط للزمالك، فالماتش اتصعب شويه علينا. والله هم كانوا ماشيين في اول الجيم كان كويس قوي، كانوا بينفذوا في الارسال وفي التنوع الهجومي بتاعنا وفي الديفنس، ابتدى استسهلوا المباراه شويه في النص ان حسوا ان المباراه هتخلص 3-0. بعد اللي حصل في الشوط الثاني شويه الاخطاء ديت رجعت الزمالك، فالمباراه حسوا ان هي صعبت عليهم، فعدت على التعليمات بتاعتنا والشغل الفني اللي احنا محافظينه لهم بحيث ان هم نرجع ثاني نركب المباراه. الحمد لله اكيد بنستعد طبعا استعدادات طبيعيه، عندنا ماتش كل اسبوع في الدوري، عندنا استعدادات لبطوله افريقيا ان شاء الله، فلازم يبقى الاستعداد الفتره الجايه خاصه موضوع اللياقه البدنيه ده مقلقني شويه مع لعيبه المنتخب، راجع اللياقه البدنيه بتاعتها اقل شويه، فانا هشتغل على الموضوع ده باذن الله ونرجعهم فورمه باذن الله. الحمد لله، الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، وطبعا مبروك للفريق والجهاز الفني الكفء فريق الذهب اللي على طول محافظ على التفوق سواء محليا او افريقيا. يمكن الحسم بتاعت مباراه اليوم وسع الفارق ما بين النادي الاهلي والفريق الذي يليه، ولكن الحقيقه اللي اسعدني ان الزمالك بالاستعانه بالاثنين لعيبه المحترفين من فنزويلا بالاضافه للعيبه اللي موجوده فيه، خلى منظر المباراه حلو جدا. يعني بقى لنا مده طويله ما شفناش مباراه الاهلي والزمالك بالحلاوه دي، يعني لغايه اخر لحظه الجيم بيروح ما بين الفرقتين لغايه ما اتحسم لصالح النادي الاهلي. فحقيقه انا استمتعت بمباراه اليوم، وده اللي انا بقوله، لازم لما يكون الخصم على مستوى كويس ده بيدي حلاوه للدوري وللفولي بول والمنافسه عموما. يعني هو برده لازم نحط في الحسبان عدم تأهل الفريق للأولمبياد وخسارة منتخب مصر بتنعكس على فريق النادي الأهلي، لأن معظم منتخب مصر كله من لاعبات النادي الأهلي. طبعا بناخد فترة بعد عودة اللاعبين للنادي، الإعداد النفسي ليهم، وزي ما أنت قلت الفترات اللي كانوا بعيد عن النادي عمال ما تعمل ماتشنج أو توافق أو هارموني ما بين الفرقة وبعضها بياخد بعض الفترة. ونفس الماتش دلوقتي ماتش الولاد اللي هو دلوقتي بيسخنوا ورايا برضه نفس الشيء، يعني برضه اللعيبه كلهم راجعه من منتخب مصر بعد فتره طويله ومعسكرات خارج مصر، وايضا خسارتهم وعدم تاهلهم برضه بينعكس علينا وكل حاجه. فارجو ان احنا يعني نعدي المرحله اللي احنا فيها دي وباذن الله ربنا يكرم. يعني ماتش النهارده ماتش مش سهل زي ما انت شفت، يعني فرقه الزمالك فرقه كويسه قوي، معاهم محترفتين بتاعتهم كويسين وفيهم اصلا كويسين، بلس ان احنا كمان جايين من المنتخب طبعا في ضغط علينا طبعا وفي جهاد وكده، فما لحقناش نريح والماتش اصلا متاجل من قبل المنتخب، فكل ده عامل ريسك علينا. يعني تعرف ماتش اهلي وزمالك يعني مع بعض، فالموضوع ده يعني بيبقى ضغط علينا يعني في اي فرقه اساسا مش في الفولي بس. يعني بس الحمد لله كان سلاحنا الاولاني هو السيرفات، يعني ان احنا نلعب سيرف قوي عشان نقلل هجومهم. يعني كابتن حمدي عمل عليهم سكاوتين كويس قوي، قدرنا نكسب الحمد لله. الفولي ملوش كبير عامه والرياضه ملهاش كبير، يعني لازم كل ماتش نعمل له حساب، بيبقى فيه محاضره قبل كل ماتش. هدفنا السنه دي طبعا الثلاثيه الدوري وافريقيا وكاس ان شاء الله، والتحكيم طبعا كان فارق معانا، يعني في كورتين اتحسبوا علينا ولولا كده احنا كنا خلصنا ماتش 3-0
بس الحمد لله قدرنا ان احنا نجمع بعض تاني، وضغط العصب اللي علينا ده نشد شويه يعني نهدى شويه يعني، والحمد لله قدرنا نكسب. هو النهارده كان ماتش صعب، وده كان نهايه اخر دور الاول عشان ده كان ماتش مؤجل، ويعتبر اصعب ماتش لعبناه في الدور الاول كله، بس الحمد لله يعني احنا عرفنا نلعب كويس ونلعب على الفريق اللي قدامنا وكسبنا. يعني الفرق اللي قدامنا فرق قويه، مش هنعرف نكسب كل الفرق بسكور عالي وكده، فطبيعي ان الفرق قدامنا تدي معانا. طبعا كابتن حمدي تعليمات بتديها ان احنا نهدى نهدي الملعب شويه وحاجات تكنيكال في الملعب، وطبعا يعني الحمد لله عرفنا يعني نكسب. يعني الحمد لله احنا قدرنا نركز، يمكن الشوط الثاني يروح مننا بس قدرنا نعود ثاني للماتش الحمد لله وكسبنا 3-1. طبعا هو خلينا نركز، يعني خلينا نركز ان احنا نصعب السيرف بتاعنا لان هو سلاحنا الاول، ونركز تاني ان احنا ما ندخلش الفرقه في الجيم لان الماتش مش هيبقى سهل، بس وقدرنا الحمد لله ننفذ تعليماته وفزنا الحمد لله. يمكن الماتشات هما دخلوا ماتشات كتير وكان عندهم معسكر ولسه راجعين، فما لحقناش نستعد قوي. الفتره الجايه ان شاء الله هنرجع تاني بقى نستعد للدور التاني وللافريقيا ان شاء الله. زي ما شفنا فريق الطايره سيدات، والحديث عن مباراه الاهلي والزمالك، لكن هم ما شاء الله عليهم فعلا متواجدين، كان عندهم برضو اجهاد. نفس الكلام فريق الطايره بيعاني من اجهاد من كم المباريات مع منتخب مصر، لكن كلنا اكيد ما دام اسم مصر موجود اكيد كلنا بنكون مبسوطين معاها، واكيد كلنا لازم ندافع عن مصر في كل الاجواء. خلينا نكمل اخبارنا، وايمان منصور بتحصد فضيه مونديفيل لألعاب القوى 400 متر، ما شاء الله عليها سباق قوي جدا، قاتلة الرجال 400 متر عدو. إيمان منصور بتحصد المركز الثاني ب 54 ثانية وفاصل 9، أكيد يعني مجهود كويس جدا جدا جدا. اللاعب ده الكبير اللي هو بطل أوكرانيا كسب المركز الأول، وجي في المركز الثاني بطل فرنسا. كل التوفيق وكل الامنيات الطيبه باذن الله في المرحله اللي جايه للاعبتنا في الالعاب الفرديه بالتتويج. كريم عبد الجواد نجمنا في الاسكواش بيستمر في التصنيف العالمي، التصنيف العالمي بينزل بيستمر في المركز الرابع، كان كسب بطوله جي بي مورجن طلع المركز الثالث في اخر مرحله ليه، وفعلا هو فضل في التصنيف العالمي في المركز الثالث. لو بصينا على جدول الترتيب العالمي هنلاقي ان نجمنا الكبير برضو كابتن مصطفى عز زي ما احنا قدامنا التصنيف العالمي نزل متواجد بيه كل نجومنا. على المركز 19 بيستمر كابتن مصطفى عسل اللي هو لسه داخل قائمه احسن 20 لاعب، بنتمنى لهم التوفيق باذن الله في المرحله اللي جايه. نستمر مع الالعاب الفرديه ونروح للتنس طاوله، نستمر مع الالعاب الفرديه ونروح للتنس طاوله ونجمنا الكبير كابتن سيد لاشين. كابتن سيد لاشين الاسطوره، الاسطوره في التنس طاوله، المحترف في نادي اسيسي بورجيس في اسبانيا، بيفوز ويتالق مع نادي وبيحصد المركز الثالث برونزيه كاس اسبانيا. كابتن سيد كان فريقه اتصدرت المجموعه دوري المجموعات، لكن لما وصلوا للنهائي خسروا من فريق بريجو المتصدر الدوري وخسر بنتيجه 3-0. نظام الكاس عندهم نظام غريب شويه، ليه؟ لان ما عندهمش ثالث ورابع، اللي بيوصل بيكسب بيوصل للفاينل، اول وتاني بيلعبوا، اللي يكسب المركز الاول يجي وراء المركز التالت على طول الفريق اللي هو كسبه في السيمي فاينل، والمركز التاني اللي بيحصل التاني الفريق بتاعه بيبقى المركز الرابع. اكيد كابتن سيد لاشين دايما اسطورتنا الكبيره في التنس طاوله، مشرفنا ومنورنا، واكيد لازم نخرج لمداخله كبيره معاه ومداخله مهمه. كابتن سيد لاشين مساء الخير. كابتن خالد مساء النور حبيبي، ازي حضرتك؟ اسطوره منورنا دايما ومشرفنا ورافع راسنا في كل المحافل، دولي وعالمي افريقي كل حاجه، احنا بجد بنكون فرحانين بيك. الف مليون مبروك على برونزيه الكاس اسبانيا. الله يبارك فيك يا حبيبي، ربنا يبارك فيك، ويعني بدعمك ودعم القناه ودعم كل الاهلاويه الحمد لله ربنا بيكرمنا والله بدعائهم كمان. لا قول لي بقى، لا يعني البرونزيه دي ما جاتش بالسهل، اكيد اكيد في تعب، في تدريبات، في حاجات كتيره، وانت شغال في اسبانيا معاهم، يعني قول لنا الموضوع شكله ازاي يا كابتن سيد، التعامل معاك هناك في اسبانيا شكله ازاي؟ انا شايف ان كانت الاجواء هناك عندك شفتها على كل الحاجات العالميه اللي هي الصحف العالميه بتتكلم على كابتن سيد لاشين. والله الحمد لله رب العالمين، يعني الواحد ما بيأثرش في التمرين هنا الاول، لان انا التمرين الاساسي هنا في النادي وبسافر لهم على الماتشات. كان اساس البدايه بتاعت المعرفه دي واحد صاحبي زي سمسار كده كلمني وقال لي النادي عايزك تلعب 10 ماتشات. كويس.
تمام، والحمد لله رب العالمين الدور الاول 11 ماتش، انا لعبت بال10 من 11 تمام، ادي اول 10 تمام كويس. خلصوا وبعدين لقيت النادي الحمد لله بيكلمني ان انا اجدد معاهم السنه الجايه والسنه اللي بعدها، يعني النادي مبسوطين وعايزين يكملوا. وكان بقى خلال الفتره دي، الفتره اللي فاتت كان الكاس، الاستعداد بتاع الكاس تعديت هنا الحمد لله رب العالمين، هو مجموعه تخلص وبعدين سيمي فاينل كويس. المجموعه كانت اللي احنا فيها كان معانا اثنين فرقتين من الدوري الممتاز وفرقه من الدرجه اللي تحتينا بقى اللي هي يتقال عليها درجه ثانيه او درجه اولى حسب كويس كل مسمى يعني. فالحمد لله رب العالمين الفرقتين كسبناهم الحمد لله رب العالمين. يمكن كسبناهم في الدوري كان ماتش اصعب كده، انا الحمد لله ربنا كرمني كنت كسبان منهم ناس يعني 3-1 و3-2 في الماتش الاولاني، في الكاس كسبتهم كلهم 3-0 الحمد لله رب العالمين، وتاهلنا للسيمي فاينال ومفيش نصيب بقى اللي انا خسرت منه ده من سنه 99 مش عارف اكسبه. ان شاء الله باذن الله نحاول نكسبه، لسه قدامنا شويه اكيد. انا هلعبه الاسبوع الجاي، انا هلعبه الاسبوع الجاي ان شاء الله. لا ما دام كلمتنا هتكسب بقى الماتش، خلي بالك خلي بالك بس، ما دام كلمتنا هنكسب باذن الله. ربنا يكرمك يا كابتن سيد بجد بجد. قول لي قول لي بجد الاحتراف الخارجي يعني ايه الجديد؟ التنس طاوله الجديد، عايز اخد منك كلام اللي اختلف، الوضع شكله ازاي في التنس طاوله؟ بص انا تقريبا يعني جربت كذا طريقه احتراف، يعني لعبت في تركيا وكنا بنروح نلعب اسبوع يعني 3 ايام في الشهر، بنروح نلعب زي دوره مجمعه 3-4 ماتشات ونرجع تاني فكانها بطوله بس كويس. ولعبت في السويد، عشت هناك شويه ورجعت مصر شويه، وعشت في فرنسا احتراف كامل، وبرضه كنت بلعب برجع العب بطولات باسم النادي الاهلي اكيد تمام. ويعني الثانيه دي اخر تجربه انا فيها. هي إيه؟ محركه شويه في السفر كسفر بس ممتعه بالنسبه لي لان انا بتمرن هنا تمام، وبروح العب الماتش وارجع تاني، يعني هنسافر ان شاء الله يوم الاحد باذن الله، اقعد اسبوع او 10 ايام بس عشان هناك بيأجلوا بعض الماتشات لعيبه المنتخب لما يبقى عندهم بطولات وكلام كده فبيأجلوا لهم البطوله، بيأجلوا لهم ماتشات الدوري. انا عندي ماتش يوم الاثنين وماتش يوم الاربع وماتش يوم تقريبا الجمعه او السبت تمام، اللي هو ماتش يوم 15 تمام. بصراحه شديده شده الدوري الاسباني او قوه الدوري الاسباني ولا قوه الدوري المصري بصراحه؟ لا الدوري الاسباني طبعا قوي جدا. الدوري الاسباني اقوى هناك. شايف يعني شايف ايه الاختلاف بصراحه؟ هناك احنا ماشيين ثالث بفضل الله سبحانه وتعالى، يمكن دلوقتي حسب الترتيب يعني تقريبا رقم 2 في اسبانيا حسب نتائج الماتشات ما شاء الله كابتن سيد. عدد المكسب وعدد الخساره وبتاع، انا اسطوره ثلاث ماتشات اسطوره ما شاء الله عليك، يعني يمكن 15-16 الحمد لله الحمد لله يا رب. عشان كده بقول لك النادي الحمد لله يعني مرحب جدا، وبيكلموني ان انا اجدد الفيزا واعمل الافلام دي عشان السنين الجايه كويس. فالحمد لله الدنيا ماشيه كويس، بس هي الفرق برضو ده فرق بالنسبه لي اللي هناك الواحد بيلعب من غير ضغط شويه، من غير ضغط تمام، من غير ضغط يعني هناك برضو يعني الجماهير برضو مش بلدك مش يعني بس بيشجعوا اسباني برضو يا كابتن سيد، بيكلموا اسباني مالناش دعوه بالموضوع، هم بيكلموا اسباني احنا مالناش دعوه مش هنعرف بالظبط. طيب كلمه اخيره من كابتن سيد لاشين اسطوره التنس طاوله لناشئين وناشئات التنس طاوله عن الاحتراف، تقول لهم ايه وتديهم دعم ازاي بكلام من كابتن سيد لاشين؟ الله يتمرنوا كويس ويجتهدوا على قد ما يقدروا، ولو في حد جات فرصه يحترف او عايز يعمل الموضوع يعني عايز يسافر يحترف لازم ينقي توقيت المناسب، لان في ناس بتطلع في توقيت مش مناسب بيأثر عليها بالسلب وبتبقى تجربه مش لطيفه، وممكن اللعيب يعني تبقى سلبيه تأثر، انما التوقيت بتاعها يكون هو اصلا اللعيب يعني النمو بتاعه اكتمل كفكر وك يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني اللي هو ده ما يكونش مراهق او صغير او صغير لدرجه يعني تمام، ان هو ممكن يضحك عليه او يمشي في سكه ثانيه غير اللي هو رايح لها، يبقى عارف التارجت بتاعه ومركز فيه وعايز يروح عليه. ده اللي هو التوقيت اللي انا شايفه ان هو بقى صح لو حد جات له فرصه يمسك فيها بالمنظر ده، انما لو هو لسه مذبذب ممكن اصحابه يبوظوه او يخلوه يبعد عن الهدف، يخليه في مصر احسن بلاش. كابتن سيد نورتنا وشرفتنا، ودايما رافع راس النادي الاهلي وراسنا كلنا في المحافل الدوليه.
فعلا قال كلام مهم للناشئين، اللي عايز يحترف يبقى عارف التارجت بتاعه. ده أسطورة التنس طاولة قال كده. بكده خلصت أخبار النادي الأهلي، نروح للأخبار المحلية. منتخب الرماية يعني القائمة للسفر إلى هولندا، بطولة هولندا المفتوحة. بطولة هولندا المنتخب الرماية طالع بتسع لاعبين لبطولة هولندا، أكيد بطولة واستعدادات لمنتخب الرماية في المرحلة اللي جاية. البطولة دي هتستمر من هيسافر بكرة بإذن الله يوم الثلاث، وهتستمر لغاية 9 فبراير البطولة. بتضم البعثة كل من شيماء حشاد وهدير مخيمر، فريدة خالد ومحمد عبد القادر وسامي عبد الرازق وحافظ جمال ومسكات علي ورضوى عبد اللطيف ونهال طارق ويارا عصام وسالي حمدي. بيرأس البعثه عبد الرازق الاستاذ عبد الرازق محمد وزكي عبد الله ومدرب، ومدرب رجال وسيدات محمد فاروق مدرب بندقيه رجال وسيدات، وكابتن احمد سيف الدين مدرب مسدس ناشئين وناشئات، وامجد حسين مدرب ناشئين وناشئات للبندقيه. بجد ربنا يوفقهم، لان كل الفرقنا اللي بتسافر اكيد بتستعد للبطولات المهمه في المرحله اللي جايه. نكمل مع الرمايه. كابتن عزمي محلبه نجم منتخب الرمايه عمل حوار مهم جدا مع بوابه كاس نيوز، قال كلام مهم جدا في الموضوع ده، ان هو بيستعد للمرحله اللي جايه. هو خلاص تاهل للاولمبياد، سعيد بالتاهل، لكن للاولمبياد اللي جايه في طوكيو باذن الله 2020 من كاس العالم في فنلندا تأهل إلى طوكيو. عنده في المرحلة اللي جاية بيستعد لي بطولة أولمبياد طوكيو، لكن بيستعد بخلال برضو بطولات العالم. قال إنه سعيد جدا إن الدنيا بقت مهتمة جدا بالألعاب الفردية، الناس كلها بتتكلم على الألعاب الفردية، وكمان شايف إن مستوى الرماية في مصر تطور جدا بشكل مختلف، وإن إحنا قريبين جدا بتحقيق ميدالية أولمبية إن شاء الله. الحال الحلم ده معاك يا كابتن عزمي. بيستعد للدخول في معسكر ايطاليا، بعد كده يطلع من ايطاليا على كوريا اليابان عشان يخوض بطوله العالم مقرر اقامتها في قبرص في مارس اللي جاي باذن الله، وبعديها كاس العالم طوكيو في ابريل، اذربيجان يونيو، وباذن الله ننتظره في اولمبياد طوكيو باذن الله رسميا باذن الله يكون متواجد معانا، وان شاء الله نبارك له هنا على الهوا ونقول له الف مليون مبروك على ميدالية أولمبية، لان هو بيقول ان الرمايه المصرية تطورت بشكل كبير، ودي حقيقة. لو شفنا بطولات العالم هنلاقي ان ولادنا محققين انجازات كويسة جدا في الرماية. نسيب الرماية ونروح للخماسي الحديث. والمهندس شريف العريان بيختاروه ضمن لجنة الخبراء في العالم. يعني ايه لجنة الخبراء في العالم؟ عايزين يطوروا الخماسي الحديث. فالمهندس شريف العريان من مصر عن ممثلا عن قارة افريقيا بيروح ليه بيسافر بره عشان يعمل اجتماع موسع كبير في تطوير الخماسي الحديث. والتطوير ده جاي للدورات الأولمبية كمان للكبار. يعني هو الاجتماع ده صيغته بالظبط، الاجتماع أقيم في ألمانيا في فرانكفورت، وحضر اجتماع كله من كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي، وده ممثلا عن قارة أوروبا، مع جويل بوزو نائب رئيس الاتحاد الدولي، شايني فانج سكرتير عام الاتحاد الدولي ده ممثلا عن قارة آسيا، المهندس شريف العريان امين عام اللجنه الاولمبيه ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ممثلا عن قاره افريقيا. لكن كمان جوه الاجتماع حضره اللاعبه او كابتن ايا مدني رئيس لجنه اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث وعضو لجنه اللاعبين باللجنه الاولمبيه الدوليه، ده بعد ما تم اختيارها كمان ضمن لجنه الخبراء لمناقشه تطوير اللعبه في الدورات الاولمبيه. هنستمر مع نجومنا وابطالنا في الالعاب الاخرى والريشه الطايره بيتسلمون وسام الجمهوريه. من سلام وسام الجمهورية كان في احتفالية كبيرة عندهم جوه مول. هم دلوقتي اليومين دول عندهم احتفالات كثيرة جدا، بيبتدي يروجوا للعبة من خلال مولات مصر. داخل المول داخل بعض المولات في مصر استلموا أوسمة الجمهورية وطلعوها للناس. أكيد وسام الجمهورية ده شرف كبير جدا، أكيد ده عشان كل الجماهير المصرية تشوف شكل الوسام، وأكيد يقربوا الناس من اللعبة. فالوسام ده اتحط في داخل المولات والناس كلها اتصورت زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره. كان متواجد رئيس الاتحاد المصري للريشه الطايره الاستاذ هشام التهامي، وكمان اللاعبين
عبارة عن حصلوا على هدايا حسني وضحى هاني بالإضافة إلى المدرب رامي إبراهيم، وكمان حصل على وسام الجوهرية من الطبقة الثانية اللاعب أدهم حاتم، وسام الجوهرية من الطبقة الثالثة أحمد صلاح ومحمد مصطفى وعبد الرحمن عبد الحكيم وجنى أشرف ونور يوسلي، وده كان بحضور محمد جادل عضو المنتدب للشركة الراعية للمهرجان. كل أمنياتنا الطيبة ليهم بإذن الله في المرحلة اللي جاية بالتوفيق والنجاح. سيب الريشة الطايرة ونروح للملاكمة. الملاكمة بتستعد بتعمل معسكر مغلق مع الأردن استعدادا لتصفيات طوكيو. الملاكمة مسافرة للسنغال في آخر الشهر، وكمان بالنسبة للأردن هتصفي برضو في تصفيات آسيا. عملنا معسكر مشترك التصفيات الأفريقية بإذن الله من 20-29 فبراير آخر الشهر بإذن الله هتقام في السنغال، لكن التصفيات الآسيوية بالنسبة للأردن من 3-11. بعثة منتخب الملاكمة عادت من كوبا بعد معسكر خارجي في كوبا، بتضم محمد جلال وزن 52، صبري جمال وزن 63، وعمر العوضي 69، أحمد حسام وزن 75، عبد الرحمن عرابي 81، يسري رزق 91. المنتخب دخل في معسكر مغلق شهر ديسمبر في أذربيجان. البطولات كتيره جدا واللعيبه عندنا كتير، فيعني احنا الاخبار عندنا كتيره جدا. ده اكيد اكيد هم يتمنوا باذن الله في التصفيات اللي جايه او التصفيات الافريقيه يوصلوا الاولمبياد عشان يحذوا حذو احمد الباز او احمد اسماعيل ومحمد علي. بكده خلصنا اخبارنا المحليه، نروح لاخبارنا العالميه. اخبارنا العالميه بنبدا مع طوكيو ومرض الكورونا دلوقتي اللي مسيطر على العالم ومسيطر على الصين، والناس كلها بدأت تتخوف في مخاوف كثيرة في العالم من مرض الكورونا اللي أثر بصفة رسمية على السياحة والاقتصاد، وبالذات أن الصين من أكبر دول في العالم مصنعة، فأكيد الموضوع اختلف. طوكيو بدأت تعمل إجراءات احترازية علشان الكورونا، بالذات أن هم الدنيا قريبة فبدأ يأمنوا الأمور، لأن طوكيو أولمبياد كبيرة جدا بيروحها كل العالم من كل الاتجاهات. فرئيس الوزراء شينزي آبو قال ان حكومه بلاده هتفضل على اتصال شديد مع كل الاطراف المعنيه لضمان عدم تاثير انتشار مرض الكورونا. الكورونا دخل بقوه في الصين، فكل العالم بدا يعمل اجراءات احترازيه ليها، وكمان كل الناس هناك في طوكيو شغالين على ده عشان ما يوصلش خالص الفيروس ده. لغايه اخر السنه اللي فاتت تقريبا اكتر من 360 واحد توفوا بسببه. على تكمله الكورونا بنكمل في الصين. الصين برضو نفس الكلام، هي عامله اجراءات قويه جدا واجراءات مشدده وامنيه قويه جدا، لكن عشان تبص على الرياضه، الصين من الدول الكبيره ايضا في الرياضه، بدات تعمل اجراءات اخرى ومشدده للرياضيين. عملت ايه الصين؟ بدات تفصل رياضيينها في معسكرات مغلقه في اماكن مغلقه استعدادا لطوكيو علشان يقدروا يبعدوا او يتاثروش اي لعيب عندهم يتاثر بهذا المرض. فبداوا نائب رئيس لجنه اولمبيه لي جو يونغ قال ان الرياضيين بيتدربوا في معسكرات مغلقه بعيدا عن المدن اللي فيها اي تاثير بمرضى او مرض الكورونا. هنروح لخبر مهم جدا بعد الكورونا، نروح لخبر عن كره السله واسطوره كره السله كوبي براينت اللي توفى من اسبوع في حادثه طياره مع بنته وسبع افراد كرموه في دوري كره القدم الامريكي. اسطوره كبيره كوبي براينت، وفعلا زي ما احنا شايفين قدامنا صوره كبيره محطوطه داخل ماتش كره قدم نهائي دوري كره القدم الامريكي. اتحط الصوره واتحط ووقفت لعيبه فريق سان فرانسيسكو وكانساس سيتي، وقفوا على بعد 24 ياردة. 24 ياردة ده رقمه في الملعب، وقفوا عليها وكان فعلا وكان دي كرة قدم أمريكية، وفعلا قدر يقفوا ديها، وفعلا زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة اهي، وكان شاشة عملاقة اتحط عليها صورة، وكان منظر مؤثر جدا جدا جدا. وهو ده الوفاء في الدوري الامريكي او وفاء عن لاعب كبير ونجم كبير. فعلا الصوره شكلها واضح جدا، كل الملعب واقف ليه، فعلا رحمه الله عليه. هنسيب كره السله الامريكيه ونسيب كوبي براينت وهنروح لدوريات ونتائج دوريات في الوقت الحالي وكره اليد. جدول الترتيب للدوري الاسباني، نروح للدوري الاسباني لان اكيد الدوري الاسباني ده دوري مهم، لان كمان دوري اسبانيا قدر
منتخب اسبانيا يكسب بطوله اوروبا. زي ما احنا شايفين قدامنا دوري اسبانيا دوري قوي جدا، لعبوا 15 مباراه وبيتصدر المشهد فريق برشلونه. هنا اكيد الاسماء هتختلف كثيرا عن الدوريات الاخرى اللي هو دوري كره القدم، هتلاقي ريال مدريد مش موجوده، هتلاقي اساسونا، هتلاقي كل الفرق الكبيره في بطولات كره القدم مش متواجده في هذا الدوري. لكن برشلونه بيتصدر المشهد ب 15 مباراه ب 15 فوز ب 30 نقطه وراء اديماير بيخش في المركز الثاني، ونادي ايرينو بيخش في المركز الثالث، ولاروخا اللي كان فيه لاعبنا الكبير المحترف سند بيخش في المركز الرابع. هنستمر مع دوريات العالم في كره اليد، وهنتكلم على الدوري الالماني، دوري الفرنسي عفوا. زي ما احنا شايفين طبعا اكيد فرنسا في اخر بطوله اوروبا كان ما كانتش ليها نصيب، خرجت من الدور الاول، واكيد دي مفاجاه من مفاجات بطوله اوروبا ان فرنسا تخرج من الدور الاول. زي ما احنا شايفين قدامنا باريس سان جيرمان بيتصدر المشهد 13 مباراه 13 فوز. كان نجمنا كابتن سامح عبد الوارث لعب في باريس سان جيرمان، احترف فترة كبيرة هناك، بيجي نادي نانت نادي نيم في المركز الثالث. زي ما احنا شايفين نيم ده محترف فيه محمد سند برضو مع محمد هشام، وبيجي في المركز الرابع مونبلييه نجمنا الكبير كابتن أشرف عواد محترف اللي احترف برضو قعد فيه سنتين في مونبلييه. هنروح لآخر حاجة النهاردة معانا دوري الألماني. زي ما احنا شايفين قدامنا نادي كيل في المركز الاول برصيد لعب 21 مباراه، فاز في 17 وخسر 4 مباريات. لو بصينا في اول 3 فرق كيل فلنسبورغ وهانوفر كلهم لاعبين 21 مباراه بس خاسرين 4 بس. النادي فلنسبورغ وهانوفر اتعادلوا ماتشين و3. ماجدبورغ في المركز الرابع، نادي فوكس برلين في المركز الخامس اللي كان نجمنا الكبير كابتن هاني الفخراني كان برضو محترف هناك سنتين. واكيد هنتابع معاكم كل دوريات العالم في الكره الطايره وكره اليد وكره السله، هنحاول نجيب لكم اخبار من كل الاتجاهات. بكده خلصت اخبارنا لكن ما خلصتش حلقتنا، يلا بينا نخرج لفاصل عشان نستقبل نجم كبير وافد جديد على النادي الاهلي كابتن اسكندر بن زايد. اهلا بيكم في فقرتنا الاخيره النهارده، وحوار اكيد هيكون حوار ممتع، واكيد حوار النهارده اول مره يشرفنا نجمنا الكبير كابتن اسكندر بن زايد لاعب النادي الافريقي السابق ولاعب النادي الاهلي الحالي ونجم منتخب التونسي الشقيق. كابتن اسكندر منورنا ومشرفنا. شكرا الله يخليك، منور بيكم. خلينا نخرج لتقرير وترجعوا لنا مره ثانيه عن كابتن اسكندر بن زايد، ومستنيينكم مره ثانيه. نجح مسؤول الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بقيادة عمر شوقي رئيس الجهاز في الحصول على خدمات اسكندر زايد لاعب المنتخب التونسي الأول ونجم نادي الإفريقي التونسي بداية من مطلع فبراير الجاري لمدة 3 سنوات، ذلك بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي احتضنتها تونس خلال الفترة من 16 وحتى 26 من يناير الماضي، وتوج بها منتخب الفراعنة بعد الفوز على منتخب نسور قرطاج بنتيجة 27-23. اسكندر زايد من مواليد 23 من إبريل عام 1997 بمدينة بني خيار التونسية، استطاع خطف الأضواء نحوه منذ بدايته، يلعب في مركز الظهير الأيسر، يجيد التصويب من خارج منطقة 9 أمتار، كما أنه أحد أمهر اللاعبين في اختراقات حصون ودفاعات الخصوم. اسكندر زايد هو أحد أميز اللاعبين الصاعدين على المستوى التونسي، حيث توج بلقب هداف بطولة العالم للشباب عام 2017 التي حصد فيها منتخب بلاده المركز السابع، كما قاد التوانسة للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية رقم 23 التي أقيمت منذ عامين في الجابون على حساب منتخبنا الوطني، كما قاد منتخب بلاده لحصد وصافة دورة ألعاب البحر المتوسط الأخيرة التي أقيمت بمدينة تاراغونا عام 2018. على صعيد الأندية التي لعب لها اسكندر زايد، فاز مع النجم الساحلي بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري
كما حصل مع نادي العرب القطري على بطولة آسيا للأندية الأبطال، وأخيرا حصد هداف بطولة العالم للأندية مع نادي مضر السعودي في البطولة التي أقيمت بالسعودية صيف العام الماضي. يسعى النادي الأهلي بعد التعاقد مع اللاعب التونسي للفوز بالبطولات المقبلة والعودة من جديد للسيطرة على منصات التتويج المحلية والإفريقية. زي ما شفنا في التقرير قدامنا نجم كبير ما شاء الله عليه، هداف بطولة العالم وهداف كمان السوبر جروب، وكمان ان شاء الله هيكون هداف النادي الاهلي. خلينا بقى نخش في تفاصيل كثيره مع كابتن اسكندر بن زايد المحترف في النادي الاهلي اللي لسه مقيد لسه من خلال 4-5 ايام سابقه. كابتن اسكندر منورنا. الله وفعلا حلو. عايزين بقى نخش في كواليس كثيره قبل ما التعاقدات وبتاع. ليه اشمعنى اخترت كره اليد؟ والله انا اخترت كره اليد يعني حب يعني كبير كره اليد من الصغرى يعني احنا في تونس يعني اللعبه الشعبيه الاولى هي الفوتبول، بس الهاندبول عندها ناس كتير يعني بتحبها في تونس. واحنا بالنسبه لنا يعني هي اللعبه الشعبيه الاولى، حتى لو الاعلام يعني مش واخذها يعني بصفه رسميه، بس احنا يعني اللعيبه بالنسبه لنا الهاندبول هو الاول في تونس. في حب بين الجماهير التونسيه مع فريق كره اليد او لعيبه كره اليد بصفه خاصه جدا في تونس. صح، احنا في تونس يعني بنحب كتير الهاندبول اكتر من الفوتبول، بس هو الفوتبول يعني واخذ اعلام كده ومكبره يعني شغله، بس احنا الهاندبول دايما هو اللي منور التوانسه، هو أكيد. اللي هو مخلينا يعني الفوق. دي حقيقه. المفروض يعني ان شاء الله يشوفونا يعني كده ويهتموا بينا شويه يعني. بدات من بني خيار في كره يد. صح. وبعد كده بدأت تتدرج لغايه ما اتنقلت للافريقي. صح، انا ابتديت في الاول يعني من الاصناف الشبيه، يمكن مالي عمري 8 سنوات اعتقد ولا كده، من المدارس يعني مدارس. وبعدين خدوك من المدرسه ولا انت اللي رحت الملعب على طول؟ والله لما كنت صغير يعني كانوا يختاروا اللعيبه الطويل شويه يعني كنت طويل شويه يعني في كده في تعالي كده والناس عالي كده بالظبط وناس قصيرة كانوا واخدين يعني كده اللعيبة طويل، بعدين يختاروا يعني شوية شوية يعني لما تكبر شوية يصيروا يعني يختاروا اللعيبة الأحسن يعني اللي عندهم موهبة كده. تمام. وكان يعني في شغل يعني مدربين حلو يعني في مدرب يعني أنا نحبه كتير يعني تونسي. مين؟ هو فيصل المكثري. هو ده المدرب الاول اللي كان يعني كان يدفعني دايما للتمارين، وكان اكتشف اسكندر بن زايد. صح، هو اللي اكتشفني اعتقد. بعدين في كتير مدربين يعني في مثل اسلحة عمارة، وفي يعني عشان انا مش عاوز انسى اي اسم يعني عشان ما يزعلش مني بعدين. في يعني وائل بوتيتي وحازم، هما كله يعني كده المدربين اللي مين اللي تأثرت بيه في حياتك في كرة اليد كمدرب بصراحة؟ اسلحة عمارة. صح، هو ده اللي غير المجرى، هو يعني المدرب اللي حببنا اكثر في كره اليد. هو صح المدرب اللي كان يعني دايما يجري ورانا عشان نروح تمارين عشان كده نخش يعني جوه اللعبه اكثر يعني كده، وحببنا في اللعبه اكثر. لما تقرا التاريخ في تونس تحس ان بني خيار هي معقل من معاقل كره اليد في تونس، هي اللي بتطلع لتونس لعيبه. اكيد يعني بني خيار مدرسه كبيره في كره اليد في تونس، طلعت يعني كتير لعيبه مثل صبحي سعيد، مروان مجايز، محمد سوسي، مروان سوسي، وفي كتير لعيبه اخرين يعني تلعب تونس مثل رامي ستي برضه يلعب في الافريقي دلوقتي، وفي كتير يعني كتير لعيبه. هي مدرسه حلوه يعني. طب خلينا نجري ونشوف، مش هقول لك اول يوم دخلت فينا، لكن الكواليس بقى يعني بدا التعاقد ازاي؟ الكلام حصل ازاي؟ اتكلمت مع مين بدا معاك الكلام؟ عايزين نقول للجمهور ايه اللي حصل بالظبط في هذا الموضوع. والله الحمد لله يعني صارت الامور يعني بسلاسه كده مع الاهلي يعني، ما يعني خشينا في الموضوع بدري يعني ما صارش فيه ولا اي يعني مشاكل ولا اي شيء. كنا يعني من الاول تحدث معي اسلام حسن في الصيف، كان مكلمني شوي ويعني قلت له انا عاوز اجي يعني الاهلي لو يتفقوا يعني مع المسؤولين الافريقي اوكي كله يصير تمام كويس. بس بعدين انطفى شويه كده الموضوع عشان الافريقي كانوا عاوزين يبقى يعني معاهم كده تكمل معاهم نكمل معاهم صح الموسم، بس في كتير مشاكل في الافريقي يعني بتعدي يعني بامور خاصه ماليه، امور صعبه جدا بالنادي وهو يعني محتاج فلوس كان. بعدين يعني عاود كلمني يعني في الكابتن عمر شوقي، خلصنا الامور بس في اسبوعين اسبوعين كده، امور سريعه جدا يعني.
الموضوع ما وقفش بصراحه، ما وقفش في ولا نقطه، ولا كان الموضوع كله على طول ولا اي نقطه. كان يعني مكلم مسؤولين النادي، اتفقوا على الفلوس واتفقوا على كل شيء وتممنا الامور يعني بس في 3-4 ايام بس. كان اجى لتونس يعني في يومين بس، يومين بس مضيت وخلصت، بدون اي رجعه يعني. اخذت رقم 77 او بتلعب ب 77 صح كده؟ والله ده رقم حظ يعني كده، كنت جربته يعني في بطوله العالم كنت العب رقم 7 بس في لاعب يعني هذا كان في لاعب برضه ثاني يلعب برقم 7 اعطيته رقم 7 واخذت رقم 77 قلت له اوكي. ومن الحظ يعني سجلت بطوله العالم دي في الجزائر 2017 كانت بطوله العالم الشباب، سجلت 76 هدف اقل. طب يعني اقل جول يا كابتن لسه جول بس يعني لسه جول بس ما شاء الله، هداف بطوله العالم وكمان هداف السوبر جلوب، يعني ما شاء الله مولود هداف الحمد لله. ان هي لكابتن اسكندر اللي شايف اللي هي بطوله العالم الشباب ولا السوبر جلوب الاقرب لنفسه يعني؟ والله البطولتين يعني كانوا حلوين يعني سواء مع المنتخب ولا مع المظهر، بس مع المنتخب دائما احلى يعني لما تشرف يعني بلادك كده واسم بلادك يطلع لفوق يعني تكون حاجه حلوه يعني. بصراحة شديدة أكيد في مباريات عدت على كابتن اسكندر، مباريات قوية جدا في تاريخ، إيه المباراة اللي أنت مش قادر تنساها لغاية وقتنا هذا؟ والله في مباريات كتير، يمكن أحلى مباريات بالنسبة لي كانت مع فريق الأم يعني بن خيار. كانت مباريات حلوة، كنا نلعب هو فريق يعني صغير كده وكنا نلعب على تفادي النزول. بس يعني كملنا يمكن آخر 5 مباريات لو نخسر مباراة واحدة نرجع للقسم الثاني. بس فزنا في المباريات كلها وكانت يعني اخر مباراه ليا مع الفريق ده كانت ما بنساهاش يعني. ما تنساهاش؟ كانت يعني مباراه حلوه كتير. طب انا مش ناسي مقابله ممكن اقولها لك؟ في الجابون منتخب تونس كسب منتخب مصر. صح. وكان منتخب تونس ما شاء الله عليه فعلا كان يستحق المكسب. مباراه عملت مباراه قويه جدا، او منتخب التونسي عمل مباراه قويه، مش ناسي المباراه دي؟ المباراه دي كانت مباراه حلوه، بس احنا المنتخب التونسي ما كناش نلعب يعني بس اللعيبه هي اللي تشيل. كنا كل الفرقه هي اللي بتشيل يعني. الحقيقة. ده اللي كسبنا به يعني مباراه الجابون. في الجابون ما كانش يعني في لعيبه كده هي اللي شالت الفرقه. في يعني في لعيبه كل لاعب يعني سجل 3-4 اجوال وراحوا وكسبنا يعني. كان في روح جماعيه. صح. في المنتخب التونسي في الجابون. صح. بطوله تونس مصر قدرت تفوز على تونس لان هم من الاخر مصر وتونس هم اكبر بلدين في افريقيا ما شاء الله عليهم، الاثنين فعلا عندهم نجوم كبار في كره اليد، وكانت مباراه قويه جدا داخل صاله رادس و14 15000 متفرج. شفت المباراه دي ازاي بصراحه شديد؟ والله بصراحه المباراه دي كانت مباراه صعبه شويه علينا عشان احنا كان علينا الضغط اضافي طبعا. يعني عشان في ميداننا وامام جماهيرنا، بس المنتخب المصري اللي عجبني فيه كان قاري يعني المباراه كويس، كان درسنا كويس، كان دارس كل لاعب يعني نقطة قوته ونقطة ضعفه وكان مركز عليه كويس، وراح يعني أخذ المباراة يعني بهداوة وكده، وكان عارف يعني اللعيبة بتاعته كانوا يعني في يومهم يعني يوم المباراة كانوا يعني واخدين الأمور شوية شوية وأخذوا اللقاء يعني للآخر وكسبوا يعني. مبروك يعني. مبروك أكيد، وأكيد مبروك للتوانسة، وأكيد أشقان التوانسة إحنا بنقول لهم أكيد هارد لك، لأن فعلاً في قوة كرة اليد في أفريقيا مصر وتونس، تونس بعشر ألقاب، مصر بسبع ألقاب، لكن يظل الصراع أو المنتخبين الأكبر في أفريقيا هم مصر وتونس، أكيد كل المهنة الطيبة ليهم بإذن الله. في المرحلة اللي جاية نتأهلوا برضو لطوكيو عن طريق التصفيات الأولمبية، وبنبارك لمصر لتأهلها لطوكيو 2020. هنسيب المنتخبات ونروح لانتقال كابتن اسكندر بن زايد ودخول أول يوم إلى النادي الأهلي. قول لي كده، احكي لي، وصلت مصر ايه اللي حصل؟ يعني ادينا تفاصيل بقى. والله اول يوم مصر يعني مفاجاه بالنسبه لي يعني اول ما نزلت من المطار جاني كابتن عمر شوقي اخذني للبيت، قعدنا شويه كان مكلمني قال لي انه في لاعب يعني في لاعب عنده زفاف حفل خطوبه. رحنا رحنا يعني جيت من المطار على حفل زفاف. المطار على حفل زفاف اول يوم ليا في مصر ده يعني ما كنتش يعني اتخيل صح. كنا تعبانين شويه رحنا دايركت لسفاف، بس كان يعني حفله حلو وكان كل اللعيبه هناك يعني. قابلت اللعيبه لاول مره في حفل الزفاف ده؟ قابلتهم. ده حاجه جميله جدا بصراحه. والله صح، والله حاجه جميله جدا. ان شاء الله بعدين نفرحك زي كده يعني في الالقاب ان شاء الله. اكيد. ودخولك بقى النادي الاهلي، لما رحت النادي الاهلي ده تاني يوم على طول رحت بقى كابتن عمر. احنا لسه ما رحتش النادي عشان عشان الملعب اللي في النادي هو فيه يعني يغيروا في الارضيه وفي اشغال في النادي بالظبط،
مرنوا بره، مرنا في النادي الشرطه ونادي النصر. كويس. لما رحت بقى برضو الاستقبال بتاع الفريق حكايات اكيد بينك وبينهم كلام كتير مع كل اكيد يعني انا بالنسبه للعيبه يعني عارفهم يعني شويه، بعرف النادي الاهلي عشان لعبنا في بطوله افريقيا اللي فاتت كنا بنلعب مع بعض يعني معظم اللعيبه بعرفهم، خاصه عصام طيار ويوسف معرف برضو التونسي اللي معايا، وفي يعني حته لعيبه كده بعرفهم يعني شويه من نفس الجيل، ويعني مش صعبه يعني الاجواء هنا، الاجواء التونسيه والمصريه متقاربين كتير يعني. يوسف معرف سهل عليك المعرفه وسهل عليك حاجات كتيره في مصر؟ صح طبعا، هو يعني عنده سنه ونص هنا في مصر عايش، وكان عارف يعني كل اللعيبه هنا لعب معاهم، هو يعني مسهل لي الامور يعني من السكن من الاكل من كل شيء، نروح المطعم نروح المقهى نروح اي شيء يعني كل حاجه شيء سهل الحمد كل شيء سهل. يا رب باذن الله. معايا تليفون مهم لازم يطلع له اكيد، معانا تليفون مهم من رئيس جهاز كرة اليد، معانا كابتن عمر شوقي. كابتن عمر شوقي مساء الخير. مساء النور يا كابتن خالد. صفقة مهمة في النادي الأهلي وفريق كرة اليد، يعني تعبت في الصفقة دي، بس كابتن اسكندر قال إن المفاوضات ما خدتش أسبوعين، خلينا إحنا نتكلم، المفاوضات خدت كتير ولا تعبك شوية ولا الأمور كانت سهلة جدا؟ والله يا كابتن إحنا كانت المفاوضات بدأت من حوالي شهر ونص. كويس. وكانت كلها مراسلات بين الوكيل وبيننا لغايه ما استقرينا على المبلغ معين. كويس. والنشاط الرياضي اداني الضوء الاخضر ان انا اطلع واخلص الصفقه. طلعنا طبعا الحمد لله بتوفيق من ربنا وقدرنا في خلال 3-4 ايام. كانت مشكله ان اسكندر له جماهيريه في النادي الافريقي، فكانت في مشكلة ان رئيس النادي ما كانش عايز يبيع خوفا من جماهير الافريقي. لكن انا كنت قلت لحضرتك يا كابتن خالد ان انا كنت بقعد من الساعة 10 الصبح ل 10 بالليل عشان اقابل رئيس النادي. حصل. بره جدران النادي الافريقي خوفا من الجماهير. والحمد لله ان احنا قدرنا ناخد موافقة الاستاذ عبد السلام اليونسي. وطبعا هو طبعا لما سمع بس اسم كابتن محمود الخطيب وافق على طول الانتقال للنادي الاهلي، وبعد طبعا تحياته وتحيات المجلس للنادي الافريقي والتآخي اللي بيننا وبين الاستاذ عبد السلام اليونسي، والحمد لله ان احنا قدرنا نوفق في هذه الصفقه، ونامل من الله ان يكون اضافه جديده لكره اليد الفتره اللي جايه ان شاء الله، هي صفقه لمده 4 سنين أو 3 سنين ونص ان شاء الله، يبقى اضافه لينا وللنادي الاهلي يا رب. إضافة كبيرة بإذن الله، وإحنا كلنا معاكم أكيد بندعم فريق كرة اليد. لكن هو قبل ما نخش بقى في الجد، يعني الراجل يجي من المطار تاخده على فرح يا كابتن عمر، الراجل قال لي يعني بيقول لك كنت ريحني شوية ولا إيه رأيك؟ كابتن عمر، كابتن عمر معانا؟ كابتن عمر صوته بيقطع يا جماعه، يا ريت تجيبوا لنا كابتن عمر تاني بعد اذنكم. معاك يا كابتن خالد. طب معايا كويس. بقول لك الراجل بس قبل ما نتكلم بس عن الفريق والفريق اليد كره اليد في النادي الاهلي، الراجل جه من المطار توديه فرح يا كابتن عمر، قال لك هيريح شويه يعني عشان يخش في الاجواء المصريه على طول يا كابتن خالد. ويبقى واحد من المنظومه، فلازم برضه يخش ويعرف ان احنا يعني اسره، مفيش فرق بين تونس ومصر، اكيد كلنا واحد وكلنا اخوات. وطبعا معرفته بيوسف معرف فرق كتير جدا في اندماجه مع الفرقه، خاصه وان هو لسه اللغه التونسيه غالبه على ادائه وعلى كلامه. هيقلب عربي، هيقلب مصري قريب، ما تقلقش علي، انا عارف شكله واضح. هيقلب مصري قريب على طول. كابتن عمر، خلينا بقى طمنا على فريق كره اليد. الدوري هيبدا وعندنا مراحل استعداديه، وكمان بعديها كاس مصر، بعديها كاس افريقيا، الخميس الجاي على طول الدوري، فطمنا بقى ايه الاخبار؟ اكيد لسه لعيبه راجعه. اتفضل. الحمد لله كابتن، احنا بقى لنا يومين اندمجت لعيبه المنتخب مع لعيبه الاثنين المحترفين مع بقيه اللعيبه اللي كانوا موجودين، اقمنا 5 مباريات وقفنا على بعض نقاط الضعف والقوه، والمدرب
المدرب السويدي والجهاز المصري المعاون، يعني الحمد لله قدرنا نعمل اللي هي المزيج الفترة اللي فاتت دي. نأمل من الله طبعا ان احنا يعني نطور ونترجم الكلام ده في المباريات القادمة ان شاء الله. هدفنا طبعا بطولة الكأس وكأس افريقيا القادم بإذن الله. يعني هدف تارجت قوي جدا اكيد، ونأمل بس من الجماهير انها يعني ربنا يكرم كده وناخد قرار برجوع الجماهير بإذن الله، وانها تصبر علينا شوية لقوام النادي الفريق النادي الاهلي، قوام جديد وفكر جديد، واللعيبه ان شاء الله هتشرف النادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه. اكيد يا كابتن عمر، بس قرار عوده الجماهير بس على سمحت ده في قرار اتحاد مصري لكره اليد وليس قرار النادي الاهلي بس، تاكيدا على كلامك. وان شاء الله نتمنى الاتحاد المصري لكره اليد يرجع جماهير مره اخرى الى ارض الملعب، لان هي الجماهير هي اساس الرياضه في مصر كلها باذن الله. بنشكرك يا كابتن عمر. كنت اتفضل اخر حاجه يا كابتن، اتفضل اقول لحضرتك اتفضل ان الخواجه امنيه حياته انه يحضر يعني يكاتشن على النادي الاهلي والمدرجات مليانه. اللي نفسي اشوف الفانز الجماهير بتاعت النادي الاهلي، اسمع عن النادي الاهلي ونفسي اشوفها في ماتش. قلت له مش هتعرف اصلا تكلم لعيبتك من كتر يعني مش هيديك فرصه انك انت صوتك يوصل. مفيش مشكله يا كابتن عمر، يعني اهم حاجه الجماهير يخش يا كابتن عمر، يعني الصوت ما يوصلش اكيد، يعني انت عارف طبعا اكيد بنتمنى ده طبعا. اكيد يا كابتن امنيه كل مصر يا كابتن عوده الجماهير يا كابتن. اكيد نتمنى ده من خلالك ومن خلال قناه الاهلي، بنقول للاتحادات المصريه يا ريت عوده الجماهير مره اخرى شيء مهم جدا للرياضه المصريه. كابتن عمر شهاب بنشكرك شكرا جزيلا، بنتمنى لك التوفيق في المرحله اللي جايه باذن الله. اكيد الجماهير في مصر هي الجماهير في تونس، لان لعبت في تونس ولعبت في مصر طبعا. الوضع الناس ما كانتش عايزه تخرجك من افريقيا، احكي لي ايه اللي حصل؟ والله اللي حصل انه يعني مثل ما حكيت لك يعني من قبل، الافريقي فيه عنده مشاكل كده كتير يعني خاصه رئيس النادي فلوس وكده، كان ماسك الافريقي سليم الرياحي قبل، يعني لو سمحت. تحيه يا استاذ سليم الرياحي، تحيه. هو الاستاذ سليم الرياحي يعني كان ماسك الافريقي، بس اشترى لعيبه كتير بفلوس كتير، بعدين خرج وخلى النادي يعني في ازمه. ارقام عاليه قوي ساعتها. ارقام عاليه. كانت في فلوس ساعتها؟ وخلى النادي، كان في فلوس، كان يدفع فلوس من عنده طبعا. كويس. بس لما خرج خلى النادي يعني في وضعيه كارثيه. ولما اجى الرئيس الحالي نفسه يعني مش عارف يعني يخلص ديون ولا يخلص لعيبه، وكنا يعني حق يعني وضعيه يعني صعبه معزول خاصه للعيبه، يعني انا ان شاء الله يخرجوا من الوضعيه هذه. يعني اللعيبه هناك عندكم كلها عايزه تخرج للدرجه دي؟ صح، هي يعني وضعيه صعبه جدا، في ناس يعني عندها عائلات وكده تصبر يعني 5 و6 شهور يعني كده من غير فلوس، يعني وضعيه كارثيه في النادي. ان شاء الله تتحل يعني عن قريب. شايف النهارده جمهور النادي الاهلي استقبلك ازاي؟ اكيد السوشيال ميديا اشتغلت عليك. اكيد. شايف السوشيال ميديا اشتغلت معاك ازاي والترحاب بيك في جمهور النادي الاهلي؟ والله كان يعني انا فرحان جدا يعني بالجمهور، كانوا كلهم يعني مستقبليني ويرسلين يعني ارسلوا لي يعني رسائل على التليفون ولا على الانستغرام ولا على الفيسبوك، كلها يعني كانت تتمنى لي يعني ان شاء الله كثير القاب مع النادي، وكلها تتمنى لي يعني مشوار حلو مع النادي، وان شاء الله مشوار حلو ونتوج فيه بعديد من الالقاب ان شاء الله باذن الله. اكيد الجمهور مستني منك الكثير ان شاء الله. ان شاء الله. لكن قول لي علاقتك بلعيبه النادي الاهلي، بعصام الطيار، بيوسف معرف، لا مش بالذات اللعيبه المصريه، علاقاتك بيهم ايه؟ مين قريب لكابتن اسكندر بن زيد؟ والله في النادي لسه يعني ما عنديش علاقات كثير، بس عصام الطيار يعني صاحبي، وفي جيمي لسه عارفه يعني الواد ده البيفوت يعني اللي معانا هو حلو وكده، احمد عادل، احمد عادل و محمد جيمي. جمال جيمي محمد جمال، محمد جمال صح. كان بينك وبينه عصام الطيار مناوشات وانتوا بتلعبوا قدام بعض قبل كده؟ لا لسه. لسه ما فيش؟ لا لسه ما فيش. بس خلي بالك دايما حارس المرمى بيختلف. اكيد هو أكيد. في يعني دايما علاقه بين الساعات خاصه وحارس المرمى، يعني تكون علاقه في مناوشات كده في الملعب، في نظرات يعني بس بين اللعيبه في الملعب. اكيد. بس يعني ما صارت ولا اي مره يعني مناوشات كده. ان شاء الله باذن الله يكون مجتمعين باذن الله. لكن خلينا نقول لكم تليفون مهم لكابتن عصام الطياره او المهندس عصام الطيار. مساء الخير يا كابتن عصام. الف مبروك يا كابتن خالد. باشمهندس ولا كابتن؟ اللي انت عايزه.
اللي انت عايزه. لا يعني اللي حضرتك شايفه. يبقى باشمهندس محمد عصام الطيار كابتن عصام، استقبلت وجود كابتن اسكندر بن زايد ازاي؟ بيتكلم عليك كلام كتير، شايف ان انتوا جيل مع بعض لعبتوا اعتقد قبل كده، يعني شايفين الموضوع شكله ازاي بدخول كابتن اسكندر بن زايد لفريق النادي الاهلي؟ طبعا طبعا الاول ما كان في مناوشات بقى بين ترابط وبين كده في مصر تونس. تمام. عادي جدا لمصر وتونس اخواتي يعني، لكن خلينا استقبال خبر وجود اسكندر بن زايد داخل فريق النادي الاهلي. لا طبعا احنا يعني كان استقبال خبر وجود اسكندر في النادي كان حاجه كويسه جدا. هو اضافه كبيره للفرقه بتاعتنا، عليه حمل كبير جدا ان هو يقدمه. خصوصا ان اسكندر كان عامل من بعد الشباب بقى، وبعد بعد بطوله الشباب كاس العالم بتاعت الشباب اللي هو كان فيها هداف بتاع كاس عالم شباب، وبعد كاس عالم انديه، وبعد البطولات دي كلها اسكندر كان محقق يعني كان عامل اداء جامد جدا الفتره اللي فاتت دي. فطبعا كان خبر ان هو وجوده في النادي الاهلي يعني كان خبر حاجه بالنسبه لنا احنا مبشره يعني حاجه كويسه لينا، ان احنا هيبقى يعني ان في اضافه جديده جت لنا في النادي، اضافه قويه زي لعيب محترم زي اسكندر يعني. وكمان طبعا السن كان متقارب فالدنيا كانت كلها مظبوطه يعني معانا في نفس الوقت. طيب لو قلت لك على الهوا كده، لو عايز تقول لكابتن اسكندر كلمه مهمه ليه في بدايه مشواره مع النادي الاهلي تقول له ايه؟ والله انا عايز اقول له ان النادي الاهلي كيان كبير، انت عليك حمل كبير جدا، حمل ان انت تبقى في المنظومه بتاعت الكيان ده، في التاريخ بتاع الكيان الكبير ده. في نفس الوقت عليك حمل كبير جدا، الناس كلها حاطه عليك حمل ان انت تكسب الجمهور، وان انت تأدي ان شاء الله اداء رجولي معانا، وان شاء الله يبقى في بطولات يعني اتباع التاريخ ان هو في النادي الاهلي ده هو اكبر نادي الشرق الاوسط تقريبا. باذن الله يا كابتن عصام. حبيبي يا عصام الله يخليك. يا رب ان شاء الله. دايما تكون معانا ودايما هندعمكم، وان شاء الله قريبا جدا نبارك لكم على عوده البطولات مره اخرى لدولاب بطولات النادي الاهلي. النادي الاهلي مش في مرحله تغيير الجلد. فالجمهور انت اكيد بنتكلم بصراحه يعني زعلان من فريق كره القدم. صح. المرحله يعني. عاملين يحملوك الضغط بقى عندك اكتر من تونس كمان. عادي عادي والله عادي، بس اكيد نادي يعني لما يكون نادي كبير هو ما بيستعرف الا بالالقاب يعني، ما بيستعرف ولا لعيبه ولا اي شيء يعني، بس الالقاب. ويعني مستنسين احنا كده بالضغط حتى في تونس يعني، الافريقي لو ما تلعبش كويس ولا تخسر مباريات كاس ولا بطوله يعني كل الناس راح تروح عليك يعني، راح تكلم متعود اكيد متعودين بالشيء ده. وان شاء الله في الاهلي ان شاء الله راح هي فرقه حلوه كويسه. اللي شفته يعني اللي فرح بيه كونه اللعيبه كلها صغار يعني، كلها جيل 96 97 98، في كتير لعيبه يعني كده، في المصري، في ممدوح، هم يعني اللعيبه الكبار اصحاب الخبره يعني كده اللي يدوها للاعبين الاخرين. وان شاء الله ان شاء الله راح نبني يعني فريق حلو يعني، وفي السنوات القادمه راح نفوز بكتير القاب ان شاء الله. جالك عقود كتيره لكن فضلت عقد النادي الاهلي. صح. هو انا كان يعني عندي كده شويه مشكله مع نادي الوكره يعني. على المفروض من اول موسم كنت رايح للوكره، بعدين يعني الافريقي في تونس ما سابنيش يعني. هو كان لازم رسميا ان الافريقي هو اللي يطلع استغناء بتاعك. صح. مظبوط تمام. بس طلع استغناء النادي الاهلي. صح. هو المفروض ان الوكره يتقدم يعني للافريقي، يتفاهموا يعني مع بعض، ويصير يعني يعطيني الاستغناء بتاعي للوكره. بس هو يعني الوكره والافريقي ما تفهموش يعني، المسؤولين مع بعض ما تفهموش. لما اجى الاهلي بس في اسبوعين تفهموا يعني كل شيء وكل التفاصيل، وقدم الاستغناء بتاعته للاهلي ونصرت لعب للاهلي الحمد لله. الحمد لله. روح الفانيله الحمراء هي اهم حاجه عندنا داخل الكيان. اهم شيء. يعني شايفها ازاي؟ الجمهور خلي بالك مستني منك كلام كتير، مستني منك حاجات كتير. روح الفانيله الحمراء عندنا هي الاصرار والعزيمه وكل حاجه. اكيد اكيد. احنا جايين هنا ان شاء الله عشان نقدم كل شيء عنا، وان شاء الله نكون يعني في احسن المستويات ان شاء الله مع النادي الاهلي، وان شاء الله نشرف الاهلي المصري ان شاء الله. وجود اللعيبه التوانسه كان عندك اريحيه ان تيجي النادي الاهلي؟ كابتن علي معلول في كره القدم، وكابتن يوسف معرف في الهاندبول. اكيد اعتقد وجودك داخل المنظومه مع اثنين لعيبه توانسه اعتقد الموضوع مختلف. طبعا. كمان لما تسمع يعني اللعيبه التوانسه لما يجوا لمصر
كلهم يعني مرتاحين يعني في مصر هنا ولا في اي لاعب يعني لقى مشاكل خاصه في الاهلي مثل بوجلبان ولا علي معلول ولا ولا يوسف، كلها يعني لعيبه ارتاحت في الاهلي، وان شاء الله نعمل نفس الشيء ان شاء الله ونقدم الاضافه زي ما قدموا اللعيبه دول للاهلي الاضافه، وان شاء الله مثل ما قلت لك نفوز بالالقاب إن شاء باذن الله هتفوز بالالقاب. لكن تعامل الاعلام التونسي في موضوع اسكندر بن زايد وهو ينتقل كان فيه شويه كلام كتير، كان في شويه كلام بخصوص موضوع الوكره خاصه وبعدين يعني الجمهور الافريقي ما تعرف انه لو تسيب لاعب يعني مهم في الفريق راح كلها راح تتكلم على الموضوع ده، وصار في كده كتير مواضيع كده. صح، خرجت ازاي من تونس الناس بعد ما عرفوا ان انت خلاص وقعت نادي اهلي؟ بصراحه شديده قول لي الكواليس كانت شكلها ازاي معاك في تونس؟ والله مع الفلوس يعني ما لقينا ولا اي يعني اشكاليه مع الفلوس. لا مع الجمهور، مع الجمهور لما وقعت خلاص وعرفوا ان اسكندر بن زايد انتقل رسميا للنادي كان في كتير شتم وفي كتير يعني رسائل كده ومو حلو يعني، انا ما عجبنيش يعني كده بس دي الحياه، دي الحياه يعني انت لو يوم في الافريقي يوم في الاهلي يوم الله اعلم يعني بكره فين، دي الحياه يعني احنا لعيبه محترفه وروح كل يوم مكان يعني دي اللي ما عجبتنيش، بس يعني ما عجبنيش الضغط الشتيمة كان كتير صح من الجماهير الافريقي، كانوا زعلانين على النادي بس يعني زعلانين علي كتير عشان سبت النادي، قلت لهم دي الحياه يعني احنا لاعب محترفه. صح انت لاعب محترف فيش. صح طبعا ايوه شغلتك كره يد اكيد. طب خلاص يبقى هنعمل ايه، ده نصيبك اكيد في الدنيا اكيد الحمد لله. طب لو دي شغله كره اليد قول لي الطموح عند كابتن اسكندر بن زايد في المرحله اللي جايه في كره اليد، الطموح مع النادي الاهلي عارفينه لكن لسه في محطات احتراف تانية ممكن ننتقل لدوري اوروبي وي. ان شاء الله لسه انا طبعا يعني اول شيء يعني ان شاء الله انا مركز على ثلاث سنوات ونص اللي راح نقضيها في الاهلي، وبعدين يعني عاوز يعني اخرج يعني العب في اوروبا، يعني طموح اي لاعب مصري ولا تونسي ولا عربي ولا انه يلعب في اوروبا طبعا يروح لنادي كبير، ما مش عارف يعني في نادي يعني برشلونه ولا باريس سان جيرمان ولا فريق يعني حلو كده، وان شاء الله اللي كتبه لنا ربي ان شاء الله يصير يا رب باذن الله يصير. لازم اخذ منك تعليق على مجموعه منتخب تونس في التصفيات الاولمبيه المؤهله لطوكيو، شايف التصفيات الاولمبيه دي شكلها ازاي؟ المجموعه شايفينها ازاي في تونس بعد خساره اللقب الافريقي؟ اكيد بعد خساره اللقب يعني كانت يعني اعتقد انه نسبه الفوز على مصر ونروح طوكيو يعني كانت اسهل من المجموعه دي، مجموعه تموت بصراحه يعني مجموعه صعبه مع المنتخب الفرنسي ولا المنتخب البرتغالي اللي الناس فاكراها انه يعني منتخب سهل، المنتخب البرتغالي خلاص. صار منتخب قوي ويفوز على اكبر الفرق في بطلع منتخب أوروبا. فرنسا بالدور الاولاني صح، وكان فاز عليه وكان فاز عليه برضه في التصفيات يعني قبل ما يروحوا لنهائيات اليورو، بس احنا لازم نأمن بحضورنا للآخر ونلعب يعني الهاندبول، وان شاء الله لو ربي كتب لك حاجه يعني تصير ان شاء الله يا رب باذن الله. عايزين ناخد منك كلمات اخيره، خدنا مين اللي اثر في حياتك كمدرب كويس، تقول له اسرتك ايه النهارده وانت داخل مصر من قناه الاهلي، تقول لهم ايه على الهوا كده؟ والله بالنسبه لاسرتي اقول لهم يعني انا مرتاح هنا والاجواء يعني في مصر عجبتني عشان هي نفس الاجواء في تونس يعني تقريبا، وانا مرتاح جدا واشكرهم يعني من هنا من مصر اشكرهم يعني كتير على وقفتهم معايا وكده وكلامهم، يعني اسرتك ديما هي سندك الاول في الحياه والحمد لله على نعمه العائله الحمد لله. مين اول لعيب تونسي بارك لك على انتقالك للنادي الاهلي؟ يوسف معرف زميلي في الفريق زميلك في الفريق هو هو صح. ولعيبة الافريقي؟ لعيبة الافريقي اكيد تربطني بيهم علاقه حلوه كتير، بالنسبه عديت معاهم سنتين ونص هنا في تونس وتربطني معهم يعني علاقة حلوة، وكلها كانت يعني متهنيتني بس كلها كانت كلمتني على الفلوس امتى تيجي الفلوس يعني عشان ياخدوا كل عايز ياخد كل عايز يخرج. تقول لهم ايه كده يا كابتن اسكندر النهارده؟ تقول لعيبة الافريقي ايه النهارده في المرحلة اللي جاية ليهم؟ تقول لهم ايه؟ والله نقول لهم يعني ربنا معاكم وان شاء الله تتفرج يعني حكاية الفلوس كده ويعني ان شاء الله تتظبط الامور عندهم في تونس، وان شاء الله ربي معاهم وان شاء الله سنه
ياخذوا تيتر ان شاء الله في تونس يا رب باذن يفوز الله يفوزوا باللقب يعني يا رب يفوزوا باللقب واحنا كمان هنا نفوز بالالقاب باذن الله. الله على ايدك كابتن اسكندر نورتنا وشرفتنا الله يخليك نتمنى لك التوفيق في المرحله الجايه مع النادي الاهلي شكرا 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 يا كابتن اكيد الله النهارده الله. عرفنا كابتن اسكندر بن زايد اكيد عرفناه للجماهير اكيد الجماهير عارفاه ما كانتش محتاجه لكن اكيد الكلام مع قدام الكاميرات بيختلف ان شاء الله باذن الله دايما في اللقاءات بنتمنى له التوفيق وان شاء الله مسيره حافله مع كره اليد بنتمنى لفريق كره اليد التوفيق في المرحله اللي جايه لاسعاد جماهير النادي الاهلي ان شاء الله كده خلصت حلقتنا لكن استنونا يوم الاربعاء في حلقه جديده من العاب الصاله